أطرحها على طريقتي الخاصة، أنا ما راح أعتمد بشكل تام على الملزمة، فراح أشرحها بالطريقة اللي أنا أشوفها صحيحة. يعني أبدأ بالبداية بالمصوف، بعدين وراها يعني آخذ مثلا كل عضلة الأوريجين والإنسيرشن مالتها، وبعدين أبدأ أحكي عن مثلا الفيسلز والنيرفز ولا إلى آخره. تمام؟ أوكي. Anatomy of the lower limb. Lecture 1. Okay. The learning object. هنا بهاي المحاضرة ايش راح نعرف؟ راح نعرف the functions مال lower limb، يعني الوظائف مال lower limb. و identify the gluteal region اللي هو أهم شيء برأيي، يعني أهم من هذا بالبداية المقدمة اللي ما راح تجي. وال cutaneous innervation. والmuscles اللي هي أكثر شيء مهم. هسه يقول لك هنا the gluteal region is largely made up. شنو يعني largely made up؟ يعني هي متكونة بشكل تام أو أكبر شيء بها من الجلوتيال ماسلز. شنو هي الجلوتيال ماسلز؟ أنا عندي بمنطقة المؤخرة عندي مجموعة من العضلات، أقسمها إلى عضلات superficial أي سطحية وعضلات deep أي أسميهن عميقة. تمام؟ وبعد شنو متكونة من؟ متكونة من superficial fascia. هاي superficial fascia متكونة مثلا سواء من الدهون ومن الأغلفة اللي تحيط بالعضلات حتى شنو؟ حتى تنطيها الشكل النهائي، تمام؟ حتى تنطي الشكل النهائي للمؤخرة. فمثل ما تشوفون هذا عندنا هسه يعني الجلوتيال ريجن. هذه الجلوتيال ريجن من هنا تبدي وتنتهي هنا. هسه بعدين نجي نحكي على التفاصيل بالضبط. مثلا يقول لك lies behind the pelvis، هذا الحكي ما راح يجي بالامتحان، انت تريد لك فتشي دسم يجي بالامتحان، هذا الحكي مقدمه اي نسميه تمهيد، فيقول لك lies behind the pelvis، انت في البلفس تعرف انه هو هذا الورك او الحوض نقدر نسميه lies behind، يعني هي نعرف ان المنطقه صايره لورا. It's bounded superiorly، شنو superiorly؟ يعني من الجهه العلويه bounded بمن؟ by the iliac crest. تعال هسه انا عندي هذه المنطقه، تمام؟ هنا انا شو عندي؟ عندي الهب، تمام؟ وهذا هنا الالياك كريست، تمام؟ هذا الالياك كريست. اذا superiorly مين؟ بالالياك كريست. superiorly by the iliac crest. اما inferiorly by the fold of the buttock. fold of the buttock. شنو fold؟ معناتها الطيه of the buttock of the... يعني مال المؤخره. خلينا نجي نشوف. يقول لك superiorly by the iliac crest، تمام عرفنا هذا الالياك كريست هنا. اما inferiorly by the fold of the buttock، هاي البوتك، هاي هنا البوتك، هي هاي كلها بوتك، هاي هنا الطيه، شوفوها الطيه الجلديه هي الفولد اوف ذا buttock، هي الفولد اوف ذا buttock. ونقول it's largely made up of the gluteus muscles and thick layer of superficial fascia which overlies the muscles. هاي superficial fascia، يعني هي شنو superficial fascia؟ هي عباره عن اغطيه تحيط، او نقدر نقول مثل الجيب اللي يحيط بالعضله، اذا تسوي لي covering للمسلز. وبعد شنو؟ والفيسلز which leave in the inside of the pelvis، يعني الفيسلز الشرايين والاورده ما تجي قبل هنا بهالمنطقه، لا تجي تعبر من قدام من البلفس من الحوض وتعبر على الجهه posteriorly to the المد to the gluteal region passing to the lower limb، حتى تعبر على اللور limb. وعندي ايضا subcutaneous tissue devolved in the gluteal region give the buttock. اوكي عندك فد subcutaneous tissue فالجلد هذا هو الجلد اللي راح ينطينا الشكل النهائي للمؤخره، يعني هو تميز بهاي المنطقه. The fold of the buttock is skin transverse، يعني فالجلد مستعرض crest، يعني فالطيه الجلديه مستعرضه for the hip joints، يعني جايه من مو بسبب العضلات، تمام؟ يعني مو بسبب مثلا انا عندي عضله هيك شكلها صاير هاي الطيه، لا جاي نتيجه حركه الجوينت. هسه انت عندك مثلا حركه معينه تسويها اكثر من مره، تسويها اكثر من مره فراح تسبب لك شنو؟ راح تسبب لك طيه جلديه، يعني نتيجه حركه مستمره مدى الحياه راح تخلي لك مكان اثر هو هذا الطيه الجلديه. تمام؟ فشوفوا ما جاي يقول لك it's for the hip joint and it's not caused by the oblique lower border of the gluteus maximus، يعني مو بسبب هاي الحدود مال المسلز، لا بسبب الهيب joint. اوكي احنا اوكي قلنا قبل شويه
superficial fascia اللي هي تعطيني الشكل النهائي للجلوتيال ريجن. بعد ايش عندي؟ احنا متعرفين انه السطحيه لازم يجي وراها ديب فاشا، عندي superficial fascia وعندي ديب fascia. الديب fascia هي تجي بعد السوبرفيشال fascia، تجي بعد السوبرفيشال fascia. تمام تمام it's continuous below with the deep fascia later of the thigh. انا ايش عندي؟ هذا الثاي بي فاشا، همي انا بي فاشا بس اسمها فاشا لاتا. اذا تجي منها هاي الفاشا الدي فاشا مال الجلوتيل وتكمل جوا ويا من؟ تكمل جوا ويا الفاشا مال الفخذ، تكمل لي جوا ويا الفاشا مال الفخذ. تمام بشوف يقول لك اوكي هسه احنا متفقين، يقول لك ان ذا جلوتيل ريجن يعني بمنطقه المؤخره هاي الفاشا لاتا شو يصير بها؟ سبلت يعني تنقسم. تمام حتى شنو؟ حتى تحط لي بهاي المنطقه هنا تحوط لي الجلوتيل ماكسيمس. انا مو قلت الجلوتيال ماكسيمس هنا، اذا راح تكبر لي اياها من فوق ومن جوا، تحيط لي بيها من فوق ومن جوا. بعدين انا ما عندي بس جلوتيال ماكسيمس بهاي المنطقه، لا عندي عضله شو اسمها؟ اسمها جلوتيوس ميديوس. تمام؟ بالجلوتيوس ميديوس ايش راح يصير؟ راح تكون عباره عن سنجل لاير، عباره عن شنو؟ عن سنجل لاير، يعني في الطبقه مفرده. تحيط لي بمن؟ بالجلوتيوس ميديوس. ان اتاتش تو ذا ايلياك كريست، ونعرف انه هو الايلياك كريست دائما نكون نقول عليه الكومن انسرشن او كومن اوريجن، يعني في المكان دائما دائما نسبه عمليه اتصال للعضلات والفاشا. اوكي. On the lateral surface of the thigh, the fascia is thickened. يعني يقول لك منطقة الجوانب مال رجلك، هسه انت من توقف وتلزم منطقة الجانب مال الرجل راح تلقى فد مكان صلب اصلب من المكان الامامي او الخلفي للثاي. شنو هذا؟ هذا جاي نتيجة عصبة باند، اوكي وايد سترونج باند، يعني فد عصبة قوية وعريضة تحيط لك منطقة الجانب مال رجلك. وين هذا بالضبط؟ هذا هي هاي شو اسمها؟ اسمها ايليو تيبيال تراكت. ليش ايليو تيبيال تراكت؟ هي من اسمها ما دام ايليو تيبيال تراكت يعني جايه من الايليوم، من الالياك كريست، جايه من الالياك كريست وبعدين وين متصله؟ متصله بالتيبيا. من الالياك كريست وبعدين وين؟ بالتيبيا. اوكي من الالياك كريست وبعدين بالتيبيا، لذلك اخذت اسمها ايش صارت؟ صارت ايليو تيبيال تراكت. ايليو تيبيال تراكت. تمام تمام هاي يقول لك هاي الفاشلات، هاي لا هنا الفاشل اللي تجينا بالجهه اللاترال شو يصير بيها؟ راح يصير بيها ثكن، اي شو تصير؟ تحول الى عصبه قويه اسمها اليو تيبيال تراكت. هاي اليو تيبيال تراكت تركيب جدا مهم يفيدني كانسرشن لعده عضلات. تمام تمام بس هاي اليو تيبيال تراكت راح نجي نحكي عليها وحدها. ايش بيها؟ اتاتش ابوف يعني علويا المن to the tubercle of the iliac. انا اذا دارس العملي اعرف انه عندي هذا الاليوم وهنا عندي tubercle، باعوا هذا tubercle of the iliac، هذا superior مثلا وهذا inferior iliac spine، وهذا tubercle الاليوم tubercle ما بين anterior iliac spine and posterior iliac spine. تمام هذا منا راح يطلع من عنده الاليوتيبيال tract، يقول لك above المن لل tubercle of the iliac. Okay, of the iliac crest. And below, هي شو اسمه؟ iliu. هذا خلصنا الالياك، عرفناه مال الاليو، جزء الاليو. زين التيبيال اذا على اليمن على اللاترال كوندايل اوف ذا تيبيا. هي اصلا هاي الاليو تيبيال تراكت وين صايره؟ على الجهه اللاترال، اذا نسوي لي انسرشن على اللاترال كوندايل، اذا نسوي لي انسرشن على اليمن على اللاترال كوندايل. تمام؟ اوف منو؟ اوف تيبيا، لان هو شو اسمه؟ اليو تيبيال تراكت. اذا منا يروح بيمن؟ على الالياك تيوبركل اوف ذا الياك كريست. اما من جوا المن على اليمن على اللاترال كوندايل اوف ذا تيبيا، على اللاترال كوندايل اوف ذا تيبيا. اللي هنا شباب تمام؟ واضحه الفكره عندكم؟ حتى نجي نحكي على الشيء الدسم اللي يفيدنا اللي هو الماسلز. واضح كل شيء عندكم هسه حاليا مو؟ إذا واضح كتبوا لي، وإذا اكو نقطة ما عرفتوها خلي أوضحها من جديد. تمام حلو 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 عائشة. أوكي هسه راح نيجي نحكي على الشيء اللي يفيدنا كلش من هاي المحاضرة اللي هو المسلز أوف ذا جلوتيال ريجن. إحنا مشكلتنا هي بالمسلز إنه
الاوريجن متشابه، الانسرشن متشابه، النيرف سبلاي الى اخره. احنا ايش راح نقسم؟ احنا من قبل شوي شوفكم الصوره، راح نقسم اول اربعه اسميهم عضلات سطحيه superficial، وعندي سته، عندي سته، هذني شنو؟ هذني ديب. يعني شنو معناته ديب شنو superficial؟ يعني ورا ما اقص ذني، ورا ما اقص ذني الله يطلع لي ذني السته، ورا ما اسوي ديسكشن تشريح الذني راح يطلع لي ذني السته الجوا اللي هن الديب. اوكي، هذني العضلات شو اسمهن؟ ماكسيموس. ماكسيموس اللي هي شنو معناتها؟ اكبر وحده. اذا تذكرون بالابر ليم اخذنا تسميه العضلات حسب الحجم، كان ماكسيموس وميديوس ومينيموس، ماكسيموس وميديوس ومينيموس. وعندنا هاي وحده اللي هي احنا نسميها شويه شاذه اسمها تنسور فاشا لاتي او تنسور فاشي لاتي. اوكي، هسه نجي ناخذهم بالتسلسل، اول وحده الماكسيموس الكبيره، ثاني وحده الميديوس المتوسطه الحجم، ثالث وحده ميني مينيموس. اذا شايف مثلا يقول لك هذا ايباد ميني يعني ايباد صغير، اذا عضله اصغر عضله بدني. اما الديب عندك عضله بايريفورمس، هاي كلش مهمه تذكروها بعدين من نبره المحاضره الاخ. وجاملس سوبيريور، جاملس انفيريور، والاوبتريتر انترنس، والاوبتريتر والكوادريتس فيموريس، والاوبتريتر اكسترنس. هذني نحكي عليهم بالمحاضره الاخ. احنا اليوم حكينا كله على السوبرفيشال ماسلز. انا محضر لكم صور من عندي، تمام، صور من عندي انا جايبهن. شلون راح تكون طريقه الشرح؟ نشرح اول شيء على الصور ونفهم الصوره شنو، ونعرف العضله شلون شكلها النهائي، بعدين راح نجي نحكي على الاوريجن والانسرشن والنيرف سبلاي، واخر شيء الله نجي نثبت معلوماتنا وين على الملزمه مال الاستاذ، لان هي اللي نريدها بالامتحان. بس ملزمه الاستاذ بدون نقصان من عنده، اوكي، شيء داخل بشيء، ما عازل، انا راح اعزلكم كل عضله واحد وكل اوريجن واحد وكل انسرشن واكثر من صوره، وهو هاي الغايه من الكورس. تمام، مثل ما تشوفون احنا ايش قلنا؟ اربع عضلات. هسه راح نحكي على اول ثلاثه من هنا والرابعه نخليها للاخير. هاي لا تذكرون عضله اسمها جلوتيوس ماكسيموس. جلوتيوس ماكسيموس، هاي جلوتيوس ماكسيموس شنو؟ هي العضله اللي تنطيني شكل المؤخره النهائي، هذا شكل الكروي هي تنطيني، وهي اكبر عضله من اسمها ماكسيموس، هي اكبر عضله اسمها ماكسيموس. عندي عضله ثانيه اللي قلت لكم اصغر من عندها وتكون ديب الها، يعني جوا من اوخر هاي يلا تطلع لي، وخرتها طلعت لي الجلوتيوس ميديوس، الجلوتيوس ميديوس، تمام؟ الجلوتيوس ميديوس. اذا اشيل الجلوتيوس ميديوس، اذا اشيل الجلوتيوس ميديوس راح تطلع لي الجلوتيوس مينيموس. باعتبار شلت الجلوتيوس ميديوس طلعت لي الجلوتيوس مينيموس. تمام؟ تمام. هسه شفنا شكلها. راح نجي ناخذ كل، ها وعندنا العضله الرابعه قلت لكم بالاخير اللي شو اسمها؟ اسمها تنسور فاشا لاتا. تنسور فاشا لاتا، احنا قبل شوي اخذنا الاليوتيبيال تراكت هنا، هي هاي العضله بامتدادها، تمام؟ تاخذ اوريجين من الالياك كريست. قبل شوي قلت لكم باعتبار اليوتيبيال تراكت هي تنسور فاشا لاتا، وهي الاليوتيبيال تراكت اللي قبل شوي حكينا عليها. الاوريجين من الالياك كريست، من الاليوت، والانسرشن هنا قلنا اليوتيبيال تراكت، هاي الوايد باند اللي هنا اليوتيبيال تراكت. النيرف سبلاي هاي بعدين نحكي عليها وحده وحده، هسه احنا نريد اشوفكم بس الشكل. اما قلت لكم اكو عضلات ديب، عضلات ديب وين هن؟ هذني عضلات الديب. شوفوا ورا ما وخرت، ورا ما وخرت ذني العضلات الكبار طلع لي عضلات هنا شو اسميهن؟ اسميهن ديب ماسلز، واللي شو يسوون؟ يسوون لي لاترال روتيترز، اسميهن لاترال روتيترز اوف ذا ثاي اد ذا هيب جوينت. هسه بعدين نحكي عليهم، بس اريد اشوفكم اوفر فيو على العضلات الكل الموجودات بالجلوتيال ريجن، منطقه المؤخره. هسه راح نجي نحكي جملة وتفصيلا على كل عضلة. أول عضلة أخذناها الجلوتيوس ماكسيموس، الجلوتيوس ماكسيموس، الجلوتيوس ماكسيموس تاخذ أوريجين منين؟ من الإيرياك، يعني المنطقة الإكسترنوس إيرياك. منين؟ من البوستيريور جلوتيال لاين، بيهايند ذا بوستيريور جلوتيال لاين، تمام؟ أنا أعرف هذا الإيليوم، تمام؟ مقسم إلى انفيريور وميدل وبوستيريور جلوتيال لاين، تمام؟ هذني ثلاث اقسام، خل اغير اللون حتى يبين. مقسم الى ثلاث خطوط، هذه المنطقه اللي الى الانفيريور والميدل والبوستيريور جلوتيال لاين. هاي العضله شوفها منين عابره؟ فوق البوستيريور، هذا مو قلنا بوستيريور الفوق، هذا بوستيريور فوق عابره، اذا شو نقول؟ نقول بيهايند، يعني ورا عابره ورا. بيهايند تاخذ اكثر من اوريجن،
أول أوريجين إلها behind the posterior gluteal line. هذا أول أوريجين. بعد آخذ هذا شو اسمه ساكرم، تمام؟ هذا العظم شو اسمه ساكرم العصعص. تاخذ منين أيضا أوريجين ثاني؟ تاخذ من posterior surface of the sacrum، تمام؟ بعد عندي هذا المثلث، خل أمسحه ورا ما أنزل من الساكرم، عندي هاي المثلث هنا شو أسميه؟ أسميه كوكسكس. هذا الكوكسكس همين تاخذ أوريجين من عنده، واصل الخط الأحمر. بعد هاي عندي شنو؟ خل أحكيكم عليها على صفحة. عندي بعد خلينا ثلاث أوريجينات، بعد أوريجين رابع منين بعد؟ تاخذ من الساكروتيوبرس. ساكروتيوبرس ليجمنت. هسه تقول لي شنو هاي الساكروتيوبرس ليجمنت؟ أنا ما أعرفها. أنت إذا دارس العملي عندك هذا شو اسمه؟ هذا الإسكيم، تمام؟ هسه هذا العظم شنو هو؟ هذا العظم الإسكيم. هذا العظم الإسكيم، سوري هاي الإشارات، هذا العظم الإسكيم شنو هو؟ بمنطقة اللي نقعد عليها شو اسمها؟ اسمها إسكيال تيوبروسيتي، تمام؟ شو اسمها؟ إسكيال تيوبروسيتي، ركز لي على كلمة تيوبروسيتي. وهذا شو اسمه؟ هذا اسمه ساكرم. وش حكي هسه تقول لي لحد الان احنا متفاهمين وما عندنا اي مشكله، تمام؟ هذا اللي هنا الاوريجن منين جاي؟ هذا احنا مو قلنا اكو اوريجن رابع واخير للجلوتيوس ماكسيموس اسمه ساكروتيوبرس؟ خوش، ليش صار اسمه ساكروتيوبرس؟ لان طالع من الساكرم فصار اسمه ساكرو، ورايح وين؟ للجلوتيال، العفو للاسكيال تيوبروسيتي، فصار اسمه ساكرو تيوبرس. وهو شنو؟ العفو تسمعوني هسه شباب؟ اذا تسمعوني اكتبوا لي رساله حتى اكمل، لان صار عندي مشكله بالصوت. اللي يسمعني خليه يكتب. اوكي. فصار اسمه ساكرو تيوبروس ليجمنت. ليش؟ لان طالع من الساكرم جاي وين؟ للاسكيال تيوبروسيتي. فاذا هسه انا عندي كم اوريجن؟ منو يا بطل يقدر يقول لي الاوريجن مال لوتياس ماكسيموس؟ اكو احد يقدر يقول لي عليها؟ يعني عدد لي اياهم هذني الاربع انسان حكيتهم. اللي يقدر خليه يفتح المايك، خلينا نشوف مين يقدر. والله ما حد شنو هنا؟ From the gluteal surface of the pubic behind the posterior gluteal line, I have one origin. تمام. The posterior surface of the sacrum, posterior surface of the coccyx, وأيضاً الليجمنت اللي اسمه sacrotuberous ligament. عاشت ايدك، مضبوط. لأن أربع أوريجينات مضبوط يمدي. فهسه احنا الحين شوفتكم الأوريجينز حسب هاي النقاط الحمر، يعني أي مكان تلقى بيه أحمر خلوا أخركم حتى تشوفون رسومات هاي شخص معها. أي مكان أحمر هو الأوريجين مال من؟ مال الجلوتين. هسه نشوف هذا الشكل الرسم. يعني حلو، شوفوا من انا جاي هسه خلينا نوضح هذا الرسم. شوف هنا انا جاي منين؟ من behind the posterior gluteal line، وبعد منين؟ من the posterior surface of the sacrum، وبعد منين؟ من the posterior surface of the coccyx. وهنا انا اكو عندي ليجمنت هيك جايه، شو اسميها؟ اسميها sacrotuberous ligament. هاي الصوره كلش واضحه، بين لكن هاي حدود الجلوتيوس. وهاي شنو هاي؟ من يعرف هاي شنو هاي؟ هاي الاليوتيبيال تراكت. هسه انا ايش حكيت لكم على الاوريجن؟ زين احكي لكم على الانسرشن، تمام؟ الاوريجن عرفناه قلت لي، زين الانسرشن وين؟ الانسرشن بيها تو انسرشنز. هاي بيها تو انسرشنز. اول انسرشن ونقول ثلاث ارباع العضله وين تروح؟ تروح على الاليوتيبيال تراكت، يعني معظم التندنز او معظم العفو معظم الفايبرز مال هاي المصل تروح تسوي لي انسرشن وين؟ على الاليوتيبيال تراكت. وعندي بعد فايبرز تندن الويه وين يروحن؟ يروحن يسوون لي انسرشن هنا اكو اسمه جلوتيال تيبروستي بالفيمر. اذا بيها تو انسرشنز. الفايبرز معظم الفايبرز، اذا معظم الفايبرز تجني وين يسوون انسرشن؟ بالاليوتيبيال تراكت. وعندي بعد شنو؟ عندي فايبرز اقل، يعني حوالي ثلث، هذني وين يسوون لي انسرشن؟ يسوون لي انسرشن بالجلوتيال تيبروستي. جلوتيال تمام.
سوي لي انسيرشن بالجلوتيال هنا الجلوتيال تيبورس هاي هنا الجلوتيال تيبورس سوي لي انسيرشن مال الفايبرز هاي هنا جني سوي لي الجلوتيال تيبورس. اذا انت تحفظها تو انسيرشنز واحد بالاليوتيبيال تراكت وواحد بالجلوتيال تيبورس اوف ذا فيمر. وفرق ما بين هذا هنا التندن قلنا اني بيلد ساكرا تيبورس بالاسكيال تيبورس مو بالجلوتيال تيبورس. هاي تقدر هنا تشوف هذا البلفيك وهذا هنا البلوتيال تيبورستي وهاي البلوتيال لاين وهاي بيهايند تمام ما عندنا مشكلة. هسه نجي نثبت معلوماتنا على الملزمة مالتنا اللي يشرحها لي الدكتور. It's the most superficial group of يعني هي أكثر وحدة سطحية بال السوبرفيشال بالديب يعني هي أول عضلة ورا ما تشيل سكين والسوبرفيشال فاشيا والديب فاشيا راح تطلع لك البيوتيس ماكسيمس تمام. It's large وفلات quadrilateral forming يعني تسوي لك في التركيب يعني مربع على الجهة اللاترال وتنطي give the prominence of فاشيا يعني تعطيك شكل مال مؤخرة تمام. خوش حاجة. بعد origin شوف كان مثل نعددها near from extensive area including the gluteal surface of the ilium behind the posterior gluteal line behind the posterior gluteal line. وبعد وين posterior surface of the sacrum هذا sacrum هنا posterior surface. وبعد the coccyx قلت لكم هي الثالث والساكرو تيبرس ligament هاي صار أربعة وجمع زين. الانسيرشن the fiber spikes downward lateral into the iliotibial tract هاي أول insertion يعني معظم 2 على 3 and the gluteal tuberosity the lateral ridge of linea aspera linea aspera صار هذا الخط اللي صار posterior surface of the femur هذا الانسيرشن زين. النيرف فلاي هسه نجي نحكي خلينا نرجع على العفو هذا اجى ابو الدجاج ما اعرف شو يسوي اجاني من المنطقه المهم هذا العراق. شوفوا العضله صح هي اول تمام صح هي اول عضله بس صايره جوا عضله اذا مو اعلى عضله. شوف او اعلى عضله هاي هاي العضله اللي هي الميديس تمام اللي هي الميديس تمام هاي الميديس صايره فوق سوبيريور المن صايره سوبيريور لل صايره سوبيريور المن صايره سوبيريور للماكسيمس صايره سوبيريور للماكسيمس. اذا ما دام هاي سوبيريور وهاي انفيريور تمام انفيريور اذا تاخذ منين نيرف سبلاي تاخذ نيرف سبلاي من الانفيريور انفيريور جلوتيال نيرف. خلينا نشوف نعم اوه ما دام هي صايره انفيريور ما دام هي صايره انفيريور اذا اللي يغذيها انفيريور جلوتيال نيرف ويغذيها يغذيها عصب واحد يعني هي كبيره وتحتاج عصب وحدها الها هي كبيره وتحتاج عصب وحدها خاص بها الها بس هي. اما الاكشن It's a powerful lateral. هاي حط لها highlight. إذا إجاك سؤال قل ال powerful lateral rotator والextensor of the hip joint. شنو extensor of the hip joint؟ شنو extensor of the hip؟ يعني كأنه تضرب لك حتى تضرب طوبة. تمام؟ يعني كأنه تضرب شوت الكرة يعني ترجع رجلك لورا هي يسمونها extensor of the hip joint. أما powerful lateral rotator يعني شنو هذا الكعب مال رجلك هسه هاي الفوت مالك الفوت من هي لقدام هاي اوكي ما بيها شيء بس طلع ياها اللي برا هاي يسمونها ال lateral rotator. من المسؤول عن هاي الحركه؟ المسؤول عن هاي الحركه هو ال gluteus هي ال gluteus تمام تمام. خلينا نشوف شو كمان وبعد شنو عندك؟ تسوي له acting through the iliotibial tract يعني ممكن نسوي له insertion in the iliotibial tract هي مسوي الانسيرشن بالاليوتيبيال تراكت اذا والاليوتيبيال تراكت مو تروح على التيبيا والتيبيا وين واصله؟ واصله للني للركبه اذا تسوي له عمليه ستيبلايز واكستنس ات ذا ني جوينت لان تقول لي هي عضله بالمؤخره جابها على الني هي عضله بالمؤخره جابها على الني بس فهمني انا اقول لك ليش؟ اقول لك يابا ترى هي سوت انسيرشن ويا من ويا الاليوتيبيال تراكت وهاي الاليوتيبيال تراكت هي لها علاقه بالني، شلون لها علاقه بالني؟ انه هي صايره على التيبيا على اللاترال كوندايل اوف ذا تيبيا واللاترال كوندايل اوف ذا تيبيا هي لها علاقه بالني، احد اجزاء الني جوينت. ثاني عضله، الجلوتيوس ميديوس، تمام؟
شنو هاي الجسميات؟ همينة تاخذ أوريجين منين؟ همينة الإكستنسيف في أوف ذا إيليم، بس وين هالمرة؟ هذاك الماكسيموس كانت ليتي كانت بيهايند ذا بوستيريور جلوتيال لاين، أما هذه تكون ما بين البوستيريور ما بين البوستيريور وبعد والميدل جلوتيال لاين، يعني ما بين خطين ما بين البوستيريور والميدل جلوتيال لاين، وتسوي لك انسيرشن وين ما دام هي ميديال ميديس العفو شنو؟ راح تسوي لك انسيرشن على اللاترال سيرفيس، على اللاترال سيرفيس اوف جريتر تروكنتر. تعال هاي الجريتر تروكنتر، هاي كلها جريتر تروكنتر، هي صايره اللاترال تمام، يعني على الجانب، يعني من توقف بصفي يلا تشوف تمام، اذا صار على اللاترال سيرفيس اوف ذا جريتر تروكنتر، على اللاترال سيرفيس اوف ذا جريتر تروكنتر تمام. خلينا نشوف هسه هذا الاوريجين والانسرشن، الاوريجين بالاحمر والانسرشن بالازرق، هذا شكلها طبعا. ما عليك بهذا الخط تشوفه تقول ترى شو كله من فوق، ما عليك بي، الاوريجين منا جاء العضله طالعه منا، هذا امتداد تمام. نعفو بس دقيقة. شباب الصورة واضحة عندكم كلكم مو؟ يعني كبنية تقول الصورة مو واضحة يمي وواقفة. إذا واضحة بس كتبوا لي واضحة حتى أكمل. بس سؤال. تمام تمام. فهسه قلنا منها هو الأوريجين طالع وسوي لي على اللاترال surface okay او lateral border of the greater trochanter. بس سؤال، هاي المحاضرة تسجل ولا شنو؟ هاي المحاضرة تسجل ولا هاي المحاضرة الأولى؟ أنا ما أدري يعني حتكمل تسجل ما أكمل أكمل إن شاء الله أكمل. أقصد يعني كل المحاضرات اللي جاي حتكمل تشرحهم يا بس الأولى؟ لا إن شاء الله كل المحاضرات راح أشرحهم، بس هذه المحاضرة تجريبية يعني خارج الكورس. ها تمام، يعني حترجع تعيدها لو يعني إذا انفتح الكورس وكمل إي أعيدها. ها تمام. راح تنعاد، هذه تجريبية. أوكي؟ فإذا تاخذ أوريجين منين؟ تاخذ أوريجين من ال يعني ما بين between the posterior gluteal line وال middle gluteal line، وتسوي لي insertion على lateral border of the greater trochanter. هذا نشوف شكلها، هذا الصورة أوضح، يعني جاي أخذكم من الأوضح تمام. أوكي هسا نجي نحكي على شو مكتوب ملزمتنا، نقول gluteal surface of the ilium between the posterior and middle gluteal line. Posterior and middle gluteal line. والinsertion على lateral surface of the greater trochanter of the femur. Lateral surface of the greater of the lateral surface of the greater trochanter of the femur. تمام؟ يعني صايرة صفحة هنا. صفحة. اوكي. هسه هاي اخذنا الميديوس. نجي على المينيموس. خلينا نجي على المينيموس. المينيموس صار جواها كلش واصغر وحده، وهالمره مين ما بين الميدل، هذا الميدل هي صارت تتابعيا يعني جوا تنزل لي جوا تنازليا العفو، ما بين الميدل ويا من ويا الانفيرير تمام، ما بين الميدل والانفيرير، هذا شوف هذا الميدل هنا وهذا الانفيرير، هي هنا صار بيناتهم هنا تمام العفو، هذا الميدل ثواني بس خليني امسح لان ما جت ايدي عدله، هذا الميدل وهذا الانفيرير، فهي صار ما بين الميدل والانفيرير جلوتاين، وتسوي انسرشن وين؟ هاي بقى شوف هنا انا بيها فكره، اريدكم يكون ما داعي انا مسويها فارغه، اذا يعني مو بوستيريور، هي صار لي قدام يعني هيك لي ورا يعني، بس الصوره هاي بوستيريور، هي صار لي قدام تمام؟ هسه اشوفكم بهاي الصوره الثانيه هي توضح لكم. باعوا؟ هاي الصوره هو التوضيح. هاي الصوره شوفوا شلون؟ العفو عابر لي ورا، عابر لي ورا تمام؟
بقت لنا العضله الاخيره اللي اسمها تنسور فاشيلاتا. تنسور فاشيلاتا، هاي تنسور فاشيلاتا تاخذ من الياك كريست وتسوي انسرشن بار. هاي هي هذا شكلها. تمام، هذا شكلها. وباع وين مسوي انسرشن؟ مسوي انسرشن ويا انسرشن ويا الاليوتيبيال تراكت. مسوي انسرشن ويا الاليوتيبيال تراكت. تمام، بس راح ارجع على الجلوتيس ميديوس والمينيموس. الجلوتيس ميديوس والمينيموس هذني يشتركن نفس النيرف سبلاي ويشتركن نفس الاكشن، نفس النيرف سبلاي ونفس الاكشن. تمام، شلون هسه تقول لي؟ هن صايرات، صايرات فوق. يعني هسه قبل شوي قلت لكم كانت الماكسيموس هيك صايره هنا والميدياس فوق، اذا سوبيريور. تمام، وهاي هنا، فهذني اثنيناتهم ياخذن منين؟ من السوبيريور جلوتيال نيرف، من السوبيريور جلوتيال نيرف. والانسرشن مال المنمس، مال المنمس وين الانسرشن مالتها؟ اوكي، الانسرشن مالتها على الابر بورد اوف ذا جريتر كاندل. هذا بيها ام سي كيو كلش مهم. شنو الام سي كيو؟ اقول لك مثلا خطاك، انا واحد ممكن اجيب هذا الشيء مثلا اذا سويت اختبار لاحد، اقول له يا ترى الجلوتيوس ميديوس انسرتد انتو ذا ابر بوردر اوف ذا جريتر تراكنتر. هذا صح لو خطا؟ راح يقول لي صح، فهو خطا. لا، الجلوتيوس ميديوس على اللاترال سيرفيس اوف ذا جريتر تراكنتر، الجلوتيوس مينيموس على الابر سيرفيس اوف ذا جريتر تراكنتر. هاي مفارقه كلش مهمه. والنيرف سبلاي نفس النيرف سبلاي من السوبيريور جلوتيال نيرف، سوبيريور جلوتيال نيرف. تنسر فاشلات هم ايضا تشترك وياهم بالسوبيريور جلوتيال نيرف. اذا انا عندي تو نيرفز، واحد سوبيريور وواحد انفيريور. ما دام السوبيريور اذا اعلى، اعلى وهو خلينا نعتبرها انه اعلى قيمه، فراح ينطي يغذي ثلاث عضلات مو عضله واحده. ما دام هو اعلى، ما دام متعالي نقدر نسميه متعالي، اذا يغذي لي ثلاث عضلات اللي هي الميدياس والمينيموس والتنسور فاشيلاتا. اما الانفيريور نقدر نقول عنه هذا مو نيرف يعني فاضي، فغذي راح يغذي الماكسيموس. تمام، هاي ما دكتور بقى عندي هذا الموضوع المهم اللي ما اعتقد باي ناس ما عرفوه يعني وما فهموه، اللي هو ال تندربرغ تيست. تندربرغ تتباع، هذا منو اللي يشترك بي؟ اللي يشترك بي هو العضلات الاثنين الميدياس والمينيموس، العضلات الاثنين الميدياس والمينيموس. زين شلون؟ انا اقول لك شلون. هسه هذا الشخص جاي يمشي عادي رفع رجله، تمام، هذا الشخص من رفع رجله ما صار له اي شيء، يعني تشوفه طبيعي. تمام، احنا شنو نعرف؟ انه نعرف انه هذا الهيب مقسوم نصين، عندي هنا هيب وعندي هنا هيب. تمام، وهذني مفصولات بيناتهم. زين، من انا ضاغط برجلي هنا، اذا صار اكو فت قوه معينه، اذا خلت العضلات تتقلص وتشلبت بالهب اللي صاير على جهه اليسرى. خوش حكي. زين، هذا من رفع رجله، اذا ما اي تقلص، العضلات راخي، وشلون بقى بنفس المستقامه؟ شلون بقى ما وقع جوه؟ هذا شغل منه، شغل العضلات اللي الميدياس والمينيموس. زين، قل لي شلون؟ انا اقول لك شلون. هسه انا اذا سالتك سؤال قلت لك هذا الشخص ليش رجله مايله هيك؟ الاصابه وين بيا رجل؟ هاي لو هاي؟ من يجاوبني الاصابه وين؟ هاي لو هاي الاصابه؟ رجل رقم واحد او رقم اثنين؟ من يقدر يفتح المايك ويجاوبني؟ احد؟ اوكي، خلي انا اجاوب. رقم واحد؟ رقم واحد، زين ليش رقم واحد؟ يعني مبينة من الحركة مالته إنه هو يعني خال قوته على رقم اثنين ورافع الواحد، لأنه مو يقدر يستخدمها لأنه الإصابة بيها. ها، خوش، يعني حسيتي رأيك واحد. أنا هيك رأيي بعد ما أدري. أي لا، هو خطأ. يعني الخطأ وين؟ إنه مو برقم واحد، الإصابة برقم اثنين. انا قلت شلون هسه انت راح تقولين يا ترى هاي الرجل هي الواقعه، شلون رقم اثنين؟ عائشه جاوبت صحيح، رقم اثنين. انا قلت شلون رقم اثنين؟ هذني العضلات، تمام، هذني العضلات اللي هنا
إذا سليمات، إذا ما بيهن أي إصابة، هذين العضلات اللي هنا إذا سليمات وما بيهن أي إصابة راح يتقلصن، والعضلة من تتقلص يعني ما بيها شيء سليمة، من تتقلص راح تسبب رفع، يعني راح يصير مثل عتلة وترفع لي هذا وتبقي لي متوازن هاي العضلة إذا دايس هنا ورافع هاي، تمام؟ بينما إذا هاي بيها إصابة، هاي بيها إصابة، إذن هاي ما تقلصت وما شدت لي هاي الجهة، إذن هاي الجهة وقعد دوا باعوا باعوا. خليكم هنا هسه هنا العضلة سليمة وأنا دايس هنا ضغط هنا، إذن صار تقلص هنا contraction، من تقلصت ضبط لي هاي المنطقة وثبتت لي اياها. بينما إذا صار بيها ليك معين، فد إصابة معينة، تمام؟ إذا صار بيها إصابة معينة ما راح تتقلص وما راح تشد لي هذا العظم وتخلي لي استيبلايز، فراح ينزل هاي الجهة. وضحت هسه سارة؟ وضحت؟ عرفت ليش بالرقم 2 مو برقم 1؟ المفروض هسه وضحت، اللي ما وضحت الفكره هسه عيدها. فهمتوا هاي الفقره لو لا؟ كتبوا لي صار صار هسه عيدها. شوف هسه انت عندك شخص، العفو بس خلي اثبت الهاي، تمام تمام راح اعيد. عندك شخص وقف قدامك ورفع رجله، مثلا رفع احد رجليه، تمام، رفع احد قدمه يعني، بس من رفعها هدلت نزلت، يعني نزلت على هاي الجهه، نزلت جوا، تمام. انت راح تتساءل تقول هاي الاصابه ليش، معناتها عنده اصابه احد رجليه، بما انه انت بديهيا يعني بديهيا ما دام شفت هاي الرجل نزلت طبيعية مثل هاي، ايش راح تقول؟ مثل ما قالت صديقتنا ساره، قالت انه الاصابه هنا لان هي اللي نزلت، بس هذا لا، هذا شيء مو صحيح، في حقها لان هي تشوف رجل وقعت، شنو شنو ذنبك؟ تمام، بس الفكره وين؟ الفكره انه انا عندي خلاص رجل مثبته، تمام؟ اوكي هسه هنا متفقين، عندي رجل مثبته، من ثبتت رجلي، من ثبتت رجلي صار عندي تقلص بكل عضلات اللور لم، صار هاي هنا مثلا عندي صار عندي تقلص بكل عضلات اللور لم، ووصل التقلص للجلوتياس ميديس ومينيمس. خوش، من تقلصت هاي جاي احكي على الانسان الطبيعي، من تقلصت شد كل منطقه البيلفيك، يعني وصل تقلصها انه تحافظ لي على سيطره هذا، من ارفع رجلي ما يوقع جوه، لان يعني انا من ارفع رجلي المفروض هذا شيء واحد ينزل وهذا يبقى ثابت، لان يعني هذا ما طاخ قاع، يعني ما صار عنده اي تقلص، بس لوجود سبحان الله لوجود هاي العضله تخلي لي تقلص وتثبت لي هاي العظمه، من ارفع رجلي ما يوقع البلفس ماتي، ما يوقع الهيب ماتي. بس فرض صار عندي فد عطل هنا، نقدر نسميه عطل، تمام، شوف انه هو مسوي هيك يعني كانه اخر بان، من اضغط اوكي راح يصير تقلص بهالمكان، راح يصير تقلص بالثاي، بس منطقه اللوتيس ميديس والمينيموس ما راح يصير عندي اي تقلص، اذا هاي المنطقه ما راح يصير بها تقلص، ما راح يصير بها اي شد للهب، وهاي ما صار عليها اي تقلص، اذا هاي المنطقه كلها راح توقع، لان هي اصلا ما طاقه بالقاع ما متقلصه، وهاي العضله ما متقلصه ورافعته، اذا راح يوقع لي جو. هذا انا واضحه شباب، هذا اكثر توضيح اقدر اوصلكم اياه، يعني اذا ما وضحت راح ينشر فيديو وتقدرون تشوفونه. الحمد لله شباب واضحه. هو هذا الحكي the most important action take place walking and running، يقول لك يا يفيدك بالrunning والكل يعني the muscles contract and stay the pelvis on the lower limb، يعني يقول لك المسل تقلص وتثبت لي المسل lower limb when the foot of the opposite side، يعني يقول لك القدم مال الجهة المعاكسة and taking off the ground، يعني يقول لك رفعت من القاع فما راح يصير اي تقلص، هو نفس الحكي يعني يقدرون يترجمونه فقط. The gluteus maximus slice behind the hip joint and relax. هاي نعرفها احنا gluteus muscle large of the and structure that pass through the greater lesser sciatic. بعدين نشا greater ولا lesser. المهم اللي تفهم من هذا السلايد ترى gluteus maximus تغطي كل شيء بالمنطقة المؤخرة. اوكي هسه راح نخلص ما بقى لنا شيء.
راح نيجي نحكي على اول شيء هو حاطنا ملزمتنا اللي هو الكيوتينيوس انرفيشن. الكيوتينيوس انرفيشن انا راح ارجع على اول سلايد بدنا حتى اوضح لكم. عفوا انا خلي امسح هذا. هاي المنطقة أنا أشرح أحكي ما دام قلت كيتينيس معناتها شنو؟ معناتها العلاقة بالجلد يعني جلدي. فأنا راح أقسم منطقة المؤخرة البوتك إلى أربع إلى four quadrants. هذا الربع أنا أسميه upper lateral وهذا أسميه upper medial وهذا أسميه lower lateral وهذا lower medial. تمام تمام هنا أنا هذا الربع راح يغذي أعصاب. تمام وهذا الربع راح يغذي أعصاب وهذا الربع راح يغذي عصب وهذا الربع راح يغذي أعصاب. تمام هذا من أسعد مع اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة احكي عليه هنجي. خوش حاجي تستقسم الضبع أربع. نحكي على أول واحد اللي أنا سميته upper lateral quadrant supplied by lateral cutaneous branch of iliohypogastric nerve. ilio من الإليم، هايبو كصغير والجاستريك جاي منين؟ من المنطقة بطن. أوكي وعندي عصب ثاني ايش اسمي lateral cutaneous branch of the subcostal nerve. هو هذا المربع صار lateral اذا النيرف يعني اللي غذلنا يكونون على lateral. واحد اسميه lateral cutaneous branch of iliohypogastric nerve وواحد اسميه lateral cutaneous branch of subcostal nerve. هذا subcostal جاي من ال T12. نجي على ال upper medial. upper medial جاي من L1 L2, L3, S1, S2, S3. شون أنا أقول لك شون جاي منين؟ خلينا نمسح الكتابة حتى تشوفون من cutaneous branch of dorsal. dorsal يعني posterior rami يعني من dorsal rami of the upper three lumbar nerves وبعد والsacral nerve. أنا ما كبها وما أعرف ليش بس بعد عندك S1, S2, S3 و L1, L2, L3 واثنين dorsal rami وعندك هسه شنو بعد اللمبر lateral near the posterior division of lateral femoral cutaneous nerve. هذين الربعين صارت lateral اذا شكو برانش يغذين هو lateral بس المسمى نفسه مثل واحد يكون lateral hypogastric iliohypogastric واحد lateral واحد lateral cutaneous nerve of the. تمام تمام بقى عندنا واحد اللي هو هنا من هنا شنو هذين الكوادرنت صارت posterior. شوفوا شلون عرفت posterior هذين الكوادرنت يعني هذين نشوفه هذا الدورز البوستيرير واللي هم بوستيرير بينما هذين صارت لاترال اذا الفات اللي غذلنا لاترال. هذا الشيء غذي غذي بوستيرير فيمورال كيس نيرف هنا كان لاترال. اكو ام سي كيو اذا ام سي كيو ام سي كيو كلش مهم البر كوادرنت اوف ذا بوتيل ري هايد باي اوف بوستيرير فيمورال من اللاترال لاترال فيمورال لابيرجيك بوستير فيمورال من النرف. هو جاء من الفيمورال هو اسمه فيمورال كيوتين نرف بس اللاترال كوادرانت لاترال ديفيجن اوف فيمورال كيوتين نرف. اما الميديال كوادرانت جاء من البوستيرير ديفيجن اوف كيوتين اوف ذا ثاي. خوش هسه بعد انا عجان السكين بمكان مدام جاي نحكي على السكين اذا راح نحكي عليه من على البلوت سبلاي اوف السكين والفات منين derived from prorating branch of the superior and inferior gluteal arteries. انا عندي اثنين arteries مرافقات للنيرف. انا مو قلت عندي تو نيرفز يغذل لي هاي المنطقه اللي هو superior gluteal nerve والinferior gluteal nerve. صفر superior gluteal nerve superior gluteal artery inferior gluteal nerve inferior gluteal artery بس منين هاي من الperforating branch of the superior يعني perforating يعني
تفرعات المغذيه اللي طالعه من السوبر والانفير جلوتيال ارتريز. نجي على الليمفاتيك درينج، جاي من الانترلاترال جروب اوف ذا سوبرفيشال انجوينال لينف نود. هذا الانجوينال ليجمنت، الانجوينال تندن او انجوينال ليجمنت. هذا هنا راح تكون عندي اللينف نود ايش اسمها، لاترال وسوبر، يعني قريبه من الجلد. احسن نجي نحكي على كلام الدكتور، حسب كلام الدكتور باعو مثل ما قلت لكم انه جاي هذا الابر لاترال او اقدر اسميه ابر انتيريور، مو مشكله هي تختلف، جاي من اليو هايبوكوست اليو هايبوغاستريك وسب كوستال. اما الميديال بعد من ال1 ال2 ال3 والاس1 اس1 اس2 اس2 اس3. اما هذا من البوستيريور لاترال كيوتينيوس اوف ذا ثاي، هذا posterior cutaneous of the thigh وبعد عندك the perforating cutaneous fronts. بقى عندي آخر سلايدين راح نخلص يعني ولو طولت عليكم أنا، اللي هو the greater sciatic foramen produced by the sacrospinous. قبل شوية حكي أنا قلنا أكو فد ligament اللي هي أحد أوريجينات الجلوتيوس ماكسيموس كان اسمها sacrotuberous، قلنا جاي من الساكرم وتروح على الاسكيل تيوبروستي. زين sacrospinous جاي من يعني من الساكرم وتروح على اليمن على الspine of the ischium. تمام. The only connection between the pelvic cavity. اوكي ملخص، هاي هي يفوتها من عدة تراكيب من الاعصاب والارتريز. Number of structure emerge the pelvis in the gluteal region above the below piriformis. واكو هنا اسمها piriformis تقسمها ويفوتها من فوقها، هاي بالمحاضرة الجاية راح نحكي عليها بالتفصيل. هسه نجي أهم شيء نعرفه إنه نقول لك هاي greater sciatic foramen anterior laterally. هسه هذا anterior هذا lateral بيمن هاي العظمة مال greater sciatic notch، هذا greater sciatic notch والإليم الإليم، هذا anterior هذا anterior أمامك ولاترال على هاي lateral. Okay, the posterior medial. هاي posterior medial نين من sacrotuberous، هاي قلنا عليها sacro ينزل على tuberosity كيل tuberosity. أما عندك inferiorly بقى inferiorly بمن بالsacrospinous، هذا sacrum وهذا الاسكيل spine. Okay, superiorly هاي هنا ligament نين جاية من sacroiliac، هاي sacroiliac sacroiliac ligament لأن هذا sacrum وهذا الilium إذن اسمه صار sacroiliac. Content تبع sciatic nerve. هسه اشوفكم اياها هاي المنطقه، شوفوا هاي الجريتر سياتيك من هاي الجريتر سياتيك تمام. هاي العضله راح تقسمها راح ناخذ هاي واكو ستشرات، هذا مثلا هو superior gluteal nerves superior عضلتين العضلتين الميديس وعندي اندر اسمه انفير جلوتيال نيرف. شي غذي لي شان غذي لي عضله كبيره اللي هي جلوتيوس ماكسيموس. وهذا السياتيك نيرف، هذا السياتيك نيرف هو مسؤول عن تغذيه البوستيريور كومبارتمنت اوف ذا لور لين. والهنا خلصت محاضرتنا، اريد تقييمكم شباب محاضره وانطوني اي ملاحظه او اي سؤال تريدون تضيفوها. اكتبوا لي اسئلتكم او ملاحظاتكم او رايكم قبل لا انهي المحاضره. خوش حكي كل شيء واضح شرح خوش بس شوي سريع سريع تقريبا. تمام 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 لان هذه المحاضره شويه تجريبيه شباب، هذه المحاضره تجريبيه ردنا نجرب بها الحضور وردنا نجرب بها تصوير الشاشة وردنا نجرب بها هذا البرنامج والملزمة. فبالمرة الجاية راح يكون الشرح أبطأ ومعروف عني أنا بالكورس الأول شرحت يعني المحاضرة أطول أكثر من ساعتين حتى مرات توصل ساعتين ونص، بس هم ما أريد أطلع هالدرجة ولا كلش سريع. أنا المرة الجاية راح أبطأ. شباب من اللي موجودين ومن اللي طلعوا اللي يريد يسجل بالكورس يتواصل هسه على البوتس أو يحكي على الخاص. شكرا جزيلا، لان بعد وراء المحاضره بعد ماكو تجريبي راح نبدي بالكورس، وراح تريدون اذا تريدون اعيد لكم هاي المحاضره للي ما فهمها اعيد هاي المحاضره اللي ما فهمها ونكمل بمحاضرات الجايه ان شاء الله. اللي يريد يسجل بالكورس خليه يتواصل وياي هسه. يلا راح اسد، يلا مع السلامه.